الحمد لله الحمد لله ان انت لحقتها. انا اسف والله اسف. هي لحقت نفسها الحمد لله. الورق فين؟ مش معايا. انا عارف ان انت مخبيه. فين؟ انا مش مخبيه. امال فين؟ ما راح يتصرف فيه. صح. انت بتقول ايه يا هشام؟ كنت محتاج افهم ليه؟ ليه يا هشام؟ ليه؟ عشان الورق ده بالاهميه ديت ما ينفعش يكون معاك ولا معايا. انت كده بتعرض حياه واحد زياده للخطر. انت مش بتحل. انت مش واثق فيا ولا ايه يا هشام؟ بعد اللي حصل وشفته وسمعته ومحتاج اعرف الحقيقه. انا كنت بحميك. لكن لو عايز تعرف الحقيقه او مصر، الحقيقه ان الورق ده لو ما ظهرش دلوقتي حالا هفضل ميت، ما اعرفش ممكن يحصل لي ايه. طب فهمني، خليني اصدق وانا مستعد اجيب لك الورق دلوقتي حالا. لو سمحت، من فضلك مين الست اللي لسه خارجه من هنا دلوقتي؟ حضرتك مين؟ انا مرات يحيى العسال اللي في الاوضه اللي هناك دي. بتقول انها لقت الباع على الطريق بعد ما ضربوه، وهي اللي خلتنا اتصل بحضرتك في المكتب علشان ابلغك، وكانت قلقانه عليه قوي بجد. شكرا. شكرا. برضه مقفول. ايه ده؟ هو انت لسه هنا؟ انا اروح فين يعني؟ هو انت يا ابني ما عندكش بيت؟ لا عندي رشا بس بكسل اروح. طب مالكش اهلي يسالوا عليك؟ في البلد يا ستي. ما انا اصلا مش قاهري. انت ما تعرفيش ولا ايه؟ والنبي فكرتيني بموقف. اول ما جيت القاهره كنت واخد شقه انا وعيال صحابي كده في الدقي. يا دوبك وصلت لبست اتشيكت قلت انزل اتفرج على القاهره بقى. ونزلت وخرجت وهيصت واخر اليوم قلت اعمل زي اولاد الناس. وقفت تاكس ويا ريتني ما عملتها. تاكس اطلع يا اسطى. قال لي على فين؟ ما عرفتش ارد. نسيت الشقه فين. واقعد افتكر في كلمه الدقي دي انها تيجي ابدا. لا والاكبر بقى من كده ما كانش معاه موبايل ساعتها. طب رجعت ازاي؟ مفيش. نزلت كده رحت على كشك كلمت واحد ابو واحد من اللي ساكنين معايا. قلت له والنبي يا حاج ابوس ايدك كلم الواد وقول له بس احنا ساكنين فين وانا هكلمك كمان شويه. والله انت تحفه. بص انا مستعجله جدا كنت جايه اعمل حاجه وامشي. انت بجد بتعمل ايه هنا؟ بحاول اوصل لرضوى يا ستي من اول يوم مش عارف قافله التليفون. عشان الحكايه اللي حصلت؟ ايه اللي حصل؟ المحامي اللي اتقتل ده. في محامي اتقتل؟ هو انت ما تعرفش؟ نهاد ما قالتلكش؟ هي من امتى يا استاذ نهاد بتقول لي حاجه؟ ما انت عارفه العلاقه بيني وبينها عامله ازاي. المهم بس ايه اللي حصل بالظبط؟ مش عارفه يعني. كلموا رضوى قالوا لها انه في محامي اتقتل اسمه ضياء الحلو. ضياء الحلو؟ اه لقوه في شقته مقتول. معاك عنوانه؟ لا. يعني انت واثق في الراجل ده يا هشام؟ اطمن، ده مستشار في مجلس الدوله. مش ممكن يبقى واحد من اللي طمعانين في الفلوس؟ اطمن يا عمر ما تخافش. يلا بينا. يلا اركب. السلام عليكم يا عمنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو ده بيت المحامي اللي الاستاذ ضياء الله يرحمه. الله يرحمه. بص بقى يا عمنا انا صحفي من جريده البلد وبعمل موضوع كده يعني. بصراحه هم مانعين نتكلم في الموضوع ده. الموضوع ده مش ناقص فضايح. اصل لاقوه مع واحده الله يرحمه بقى كانت سكرتيره عنده في المكتب. فعلا مش ناقص فضايح. طب مؤاخذه يعني ما لاقيش معاك صوره ليه كده؟ لا صوره يعني صوره تايهه كده على الموبايل كده. عندي على الفيس. صباح الخير. صباح النور يا فندم. استاذن حضرتك الاستاذ عمر مصر جوه؟ والله انا شفته وهو داخل بس مش عارف هو لسه في مكتبه ولا مش. طيب معلش انا هطلب منك خدمه. اصل انا مش هقدر اخش جوه لان نص المحررين ورؤساء الاقسام عليهم قواضي وموكليني يعني. فانا لو دخلت جوه مش هروح النهارده. استاذن حضرتك لو لقيته جوه اقول له بس ان انا مستنيه قدام الجريده. طبعا يا فندم حاضر. طب انا اسف اقول له مين؟ ضياء الحلو المحامي. اشكرك. لسه ما خلصتيش؟ اه لسه ما خلصتش التقرير اللي طلبها مني مدام نهاد. وانت عملت ايه؟ ده الحلو ده انا قابلته قبل كده. ده كان صاحب عمر مصر الله يرحمه. الموضوع ده غريب جدا. ما تسيبك من الموضوع ده وتكتف اي حاجه تانية. يعني هو اتقتل عشان ليه علاقه بالحكايه؟ طب هو من ضمن الناس اللي الراجل قال عنهم؟ راجل مين؟ انت عايزاني اسيب الموضوع ليه؟ اسمع الكلام. الحكاية مش مستاهلة. لا مستاهلة ومستاهلة جدا يا رشا.
هي دي شغلنتنا وهي دي طبيعتها. وبعدين اتعلمت كده، طول ما انا بكتب مواضيع عاديه هفضل عادي وهفضل صغير، وانا عايز اكبر. بس مش هتوصل لحاجه، هتدخل نفسك في مشاكل. طب ممكن تفكري معايا بهدوء بس؟ تفتكري ده الحلو ده اتقتل عشان ليه علاقه بعمر نصر الله يرحمه؟ عمر ما ماتش. نعم عمر نصر لسه عايش، ورضوى بتقابله وبتساعده في حاجات. إيه ومش عارف ايه 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 كل اللي انت بتقوليه ده؟ انا لسه مصوراه وهما بيتقابلوا. على كده رضوى في خطر. معتز اسمعني بس، وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. مفيش وقت، انا لازم الحقها. يا ابني زينب كانت هتروح في داهيه بسبب الموضوع ده، ما تخلينيش اندم ان انا قلت لها. وانت ما تخلينيش اندم ان انا ما لحقتهاش. عمر يا فندم. تحليل المستشار صلاح مش موجود. متعرفش راح فين؟ لا والله، هو خد الاولاد والمدام وخد الشنط وخرج من ساعتين وقال لي خلي بالك من الشقه. خد شنط يعني مسافر مثلا؟ شكلها كده. يا نهار اسود، طب هنعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف. شكرا يا فندم. الو؟ اسمع يا جبر، انا مش عاوزك تحاول تعرف اي حاجه عن عمر تاني. انا؟ انت بتسأل عن موضوع لو عرفت تفاصيله مش هيبقى كويس علشانك. انسى عمر يا جبر، انساه. انت متأكد من المعلومات دي؟ متأكد يا شريف؟ دي مسألة حياة وموت. ماشي، مع ألف سلامة. ليه؟ محدش عارف يوصل المستشار، أكيد حس بخطورة الورقة. صفر عياله ودلوقتي محدش عارف يلاقيه، يبقى طمع في الفلوس. انت دمرتني يا هشام. انا عاوزك تفكر بهدوء، مستشار لها ورق زي دوت تحت ايديه، اكيد خاف فصفر عياله واستخبى هو عشان يدرس الورق ده كويس. او صفرهم لغايه لما يظبط نفسه ويضرب الفلوس، او على الاقل يشارك الناس اللي طمعانين في الفلوس. انا واثق فيه. ومش واثق فيا يا هشام. انا مش عارف يا عمر اثق في مين وما اثقش. انت مش حابب تثق فيا. مش حابب ومش عارف ليه. طول الوقت عايز تثبت لنفسك والمنى انك احسن مني، مع انك والله العظيم احسن. عارف ليه؟ لان انت اكتر واحد ممكن استأذنك عليه. انا سبت منى يا هشام علشان كنت خايف عليها، كنت عارف ومتاكد ان في يوم هيجي هيحصل لي نفس اللي بيحصل لي دلوقتي. مش عشان عملت حاجه غلط، علشان وقفت في وش الغلط. فهمت دلوقتي يا هشام؟